السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد، وبهذا الفيديو راح يكون كيف تسوي لوجو خاص بالمصورين طبعا بأدوبي إليستريتور. بسم الله نبدي. طبعا نسوي لير جديد او نسوي نيو صفحة جديدة، نجي على الأداة، نضغط ضغطة طويلة ونختار الدائرة اللابس تول، نضغط Alt، نجي على 6 نضغط Alt، نختار العرض او الطول 500 والارتفاع ايضا 500. طبعا نسوي لونها اسود ونشيل التحديد بدون تحديد. بعدها نضغط ايضا على هاي الاداة ضغطة طويلة ونختار Polygon Tool، نجي على السنتر نضغط Alt، نضغط ضغطة بالماوس، نختار الراديوس 100 والسايدز خليها 6. طبعا نسوي هاي الشكل بلون ابيض. بعدها نروح على هاي الاداة نخلي التحديد ابيض وهذه بدون لون، نخلي نجعل نسوي ستروك 10، بعدين نسوي هاي الشكل، نضغط ضغطة بالماوس، نستمر على هذا الشكل. اوكي، لحد الان طبعا ما انتهينا بالشكل. فاللي راح نسوي نضغط شيفت ونحدد هاي كل باللون الابيض، حددها، وبعدها نروح على اوبجكت باث، نروح على اوتلاين ستروك، نضغط شيفت وضغط على هاي الابيض وضغط على هذا الاسود، وايضا نضغط ام راح يصير الشكل بهاي الحالة. طبعا نضغط الان نضغط على الاشكال السوداء، نجي على التحديد ونضغط هنا ضغطة، وايضا ونمسح هاي ديليت، وبعدها نحدد هاي الاسود ونسوي له ديليت. بعدها نحدد هذا الشكل ونغير اللون حسب اللون اللي تريده انت. طبعا هذه نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسون تسوون لايك وتشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك، واي سؤال او استفسار اكتبوه تحت بالكومنت. مع السلامة.